عوضت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع قصف القرى السكنية بمنطقة البيضاء في مديرية طور الباحة بعدد من الصواريخ، انفجر اثنان منها جوار منازل للمواطنين وخلف أضرارا، كما تسبب بحالة من الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء. هذه أحد قذائف الحوثي عليه صالح الذي يعني سقطت في منطقة المفاليس، يعني كل يوم يعني أقل يوم أقل يوم يعني إلى خمس قذائف إلى عشر قذائف. هذا القصف العنيف من قبل الميليشيا على القرى الشمالية في محافظة لحج تزامن مع قصف الميليشيا لمناطق أخرى مجاورة كقرى منطقة المفاليس الواقعة إلى الجنوب من مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز، التي استهدفت قراها بصواريخ الميليشيا المتمركزة في حيفان، حيث طال القصف قريتي جباح والجمعة، كما استهدف أحد آبار مياه الشرب والمركز الصحي بالمنطقة. قرى كرش هي الأخرى لم تسلم من قصف الميليشيا على المناطق السكنية، إذ تركز القصف على قرى ومناطق أبرزها السوق الشعبية ومنطقة الجريبة، ما أدى إلى إصابة امرأة في العقد الخامس من عمرها بجروح بالغة.